السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معدنا النهاردة مع المحاضرة الأخيرة يا شباب في النانو بارتكلز، في الجزء بتاعنا. خلصنا الليبوسومز وخلصنا الايروسولز وفضل لنا النانو بارتكلز. إن شاء الله هنبدأ ندخل فيها النهاردة. النانو بارتكلز مش هندخل إن ديب قوي، دي جاست يعني إيه تكنولوجي، هنتعرف عليها what is meant by nanotechnology وازاي بقدر استفيد منها في الفارماسيوتيكال دوزج فورم. طبعا لو اتكلمنا عن التكنولوجي ده يعني برانش اوف ساينس، يعني هندخل نتكلم فيه محاضره ولا 10 محاضرات ولا 50 محاضره ممكن ما تكفيش عشان الساينس اللي فيه. لكن انت في المرحله دي تحتاج تعرف وات از مينت باي نانو تكنولوجي، وازاي نقدر استخدمها في الفارماسيوتيكال ساينس، ازاي بتقدر تفيدني في دوزج فورم ديزاين وتعرف عنها. وبعدين بعد كده عايز تتبحر ان بوست جرادويت ريسيرش بقى ممكن انت ايه تكمل ليتر اون. النانو بارتكلز بشكل عام، احنا طالما بنتكلم كلمه نانو، نانو مينز يو ار توكينج اباوت ا سيرتن سايز. دوزج فورم عامه لو احنا يعني استعرضناها في الشكل دوت، هنلاقي ان احنا بنتكلم مثلا على التابلت. لو اتكلمنا على السايز بتاع سيرتن تابلت هتلاقي انت بتتكلم في سنتيمتر رينج. ممكن بعد كده لو اتكلمنا على جرانيولز ان بتتكلم على حجم اصغر. الجرانيولز دي ممكن تستخدم as such او ان انت تستخدمها filled in capsules مرورا بالباودرز، لغايه لما كنا من فتره قريبه او عهد قريب بنشتغل على المايكرو بارتكلز اللي هي تبقى البارتكلز في المايكرو رينج. طيب هو ايه الفايدة عامة من تصغير البارتكل سايز؟ البارتكل سايز الفايدة منه ان احنا بنحصل على more stabilization more يعني dispersion للدراج اللي هي بتبقى poorly available نتيجة للو solubility بتاعتها، فبنقدر نحسن solubility بتاعتها، بنقدر نعملها disperse كويس جدا في الformulation of drug delivery system. بالتالي ده بينعكس على البيو availability انها بتمتص جوه الجسم بشكل افضل وبتدي absorption افضل وtherapeutic effect افضل واحسن للمريض. طيب لما احنا دخلنا بقى في النانو بارتكلز، بنقول ان النانو بارتكلز دي حسنت بشكل كبير جدا من خصائص الفارماسيوتيكال برودكت او الفارماسيوتيكال ايجنت نفسه. يعني نانو بارتكلز ده انا ممكن استخدم نانو بارتكل كدراج ديليفري سيستم، او ممكن استخدم النانو بارتكلز للدراج اتسلف، وفي فرق بين الاثنين. يعني انا ممكن اخلي الدراج نفسه هو اللي يبقى في النانو رينج، يعني اصغر حجم الدراج واعمل بارتكل سايز ريدكشن لغايه لما اخلي الدراج اللي هو الاكتيف سبستانس بتاعتي في النانو رينج. وطبعا ده بيديها خصائص افضل بكتير من ناحيه الفيزيكس ومن ناحيه الكيمستري، افضل بكتير لما يكون في المايكرو رينج. نفس الكلام ان ممكن استخدم سيرتن بوليمرز، وهنفهم يعني ايه بوليمرز. البوليمرز دي هي تعتبر الكارير او الدراج ديليفري سيستم اللي انا بعمل لودينج للدراج عليه. البوليمرز دي لو كانت في النانو رينج الكاركترز بتاعتها بتختلف بكتير عن لو كانت في المايكرو رينج. طيب النانو تكنولوجي من التعريف بتاعها ان انا بستخدم الساب مايكرون بارتكلز، يعني بنزل تحت الواحد مايكرون، فبشتغل في الرينج من 1 نانومتر تو 1000 مثلا نانومتر او يمكن اقل. المور براكتيكال او المستخدم اكتر من 1 نانومتر لغايه 100 نانومتر، يعني من 1 ل 100. طيب ايه ال 100 نانومتر دي؟ ايه اللي خلانا نلتزم بال 100 نانومتر؟ هي اكشولي مش فيش حاجه في فيزيكس معينه تقول لك ان 100 نانومتر هو اللي تحتيه يبقى هو النانو بارتكل واللي فوقيه مش النانو بارتكل. لكن اللي خلانا ناخد ال 100 نانومتر as a reference ان معظم المواد اللي تم عليها انفستيجيشن وعملناها نانو سايزنج او وصلناها للنانو رينج، لقوا ان الكاركترز بتاعتها بتختلف وبتتحسن بشكل كبير جدا لما تكون تحت ال 100 نانومتر رينج عنها لو كانت فوق ال 100 نانومتر. طيب اما اقول 1 نانومتر means what؟ means 10 to the power minus 9 of a meter. يعني انت عشان تتخيل برضو النانو بارتكل، لو انت جبت شعرة الشعرة دي ممكن تتكون من 100,000 او 100,000 نانومتر. يعني تخيل ان الشعرة دي ال 1 نانومتر يمثل 1 على 100,000 من الشعرة دي. تمام؟ التعريف بتاعت الناشونال
Nanotechnology Initiative قالت إن utilizing a unique physical, chemical, mechanical and optical properties of materials that naturally occur at the nanoscale. يبقى إذن هي nanotechnology هي الساينس اللي هو بيعني أو معني بدراسة الإيه الفيزيكال أو الاستغلال بقى أو الاستفادة من الفيزيكال كاركترز الجديدة اللي أنا طلعت لي الفيزيكال أو الكيميكال أو الميكانيكال أو إيفن الأوبتيكال بروبرتيز للمواد لما تكون في النانو سكيل اللي هو الرينج من 1 نانومتر تو 100 نانومتر. النانو بارتيكلز they are sub nano sized colloidal structure يعني هي بتبقى في النانو range composed of synthetic or natural polymers يعني ممكن البوليمرز اللي انا بستخدمه يا اما انا اعمل له تصنيع يا اما هو يكون من مصدر طبيعي وهنفهم الفرق بين الاثنين دلوقتي. طيب السايز رينج اللي احنا قلنا السايز الاكبر اللي هو من 10 او 1 نانومتر تو 1000 نانومتر لكن المور براكتيكال زي ما قلنا من 1 نانومتر تو 100 نانومتر. A drug can be dissolved or entrapped or encapsulated للنانو بارتيكل ماتريكس يعني لو حضرت دراج ديليفري سيستم معين باستخدام البوليمرز وعملت نانو بارتيكلز او نانو بوليميريك ستراكشر ممكن اعمل لودد للدراج داخل الايه البارتيكلز ديت وده بيشبه كتير فكره الليبوسوم. لو احنا شفنا الليبوسوم والستراكشر بتاعها انا ممكن اعمل ستراكشر شبه الليبوسوم باستخدام النانو بارتيكلز او النانو بوليمرز. طيب هنا بيوضح لي الشكل ده النانو بارتيكلز اللي هي في الرينج من 1 نانومتر ل 100 نانومتر والريليفنس بتاعها او مدى ارتباطها او المقارنه بينها وبين السايزز بتاعت ايه اشياء اخرى زي مثلا البكتيريا في المايكرو رينج زي احنا شايفين الفيروس بيبقى في ال 100 نانومتر رينج النانو بارتيكلز بقى اقل منه. ده الدي ان ايه بيبقى من 1 نانومتر تو 10 نانومتر. الدراج از ا مولكيول بيبقى في ال 1 نانومتر رينج. الانتي بودي الميسل الليبوسومز وهكذا. يبقى اذا دي الديفرنت سايزز بتاعت الايه الدوزج فورم او الدراج ديليفري سيستمز مقارنه بالنانو بارتيكلز وحتى مقارنه بينها وبين الايه الناتشرال ثينكس زي البكتيريا او الفيروسز او الدي ان اي ستراند ونشوف النانو رينج او بارتيكلز في السايز دوت مقارنه بالاشياء الاخرى شكلها عامل ازاي. طيب الادفانتجز اوف نانو بارتيكلز ليه النانو بارتيكلز بالنسبه لي مهمه ده اللي احنا بقى عايزين نتكلم عليه. اولا الدراج او الدراج ديليفري سيستم بتاعي لما بيبقى في النانو رينج ده بيدي حمايه كويسه جدا للدراج من الانزيماتيك والكيميكال ديجريديشن لان هو بيبقى ايفن الدوزج فورم بتاعتي في النانو سايز رينج بتبقى undetectable لمعظم الانزيمز او حتى الاميون سيستم وبالتالي cannot be attacked واقدر ان انا اعمل حماية للدراج بتاعي ويوصل للسايت اوف اكشن اللي انا عايزه. اقدر ان انا استخدمها للcontrolled release of active compound لان طبعا النانو بارتيكل تتميز عن الدراج ديليفري سيستمز التانية انها بتويذستاند التربلنس اللي موجود في البلاد ستريم يعني بعض الدوزج فورم لما تتعرض للتربلنس والحركه في البلاد ستريم ممكن تتفاعل مع البلاد كومبوننت اللي موجوده ويحصل ليكج للدراج منها زي ما خدنا مع الليبوسومز وقلنا ان الليبوسومز احيانا ممكن يحصل ليكج للدراج من الليبوسومز وده بيخليها انها تطلع الدراج قبل ما توصل للسايت اوف اكشن وقلنا ان دوت قد يكون بسبب التحضير بتاع الليبوسومز نفسه ما كانش هو التحضير المظبوط او الاوبتيمم او ايفن ان حتى لو انت خدت الاحتياطات لكن في حاجات تبقى بيولوجيكال يعني فاكتورز انت يو كانوت ايه كنترول وبالتالي هنا في ميزه في النانو بارتيكل ان انا اقدر اتحكم بشكل افضل بكتير من لو استخدمت الليبوسوم. الدراج تارجتنج طبعا دي ميزه هايله جدا وهنشوفها مع بعض ازاي هي بتتم لان انا بقدر اوجه الدراج ديليفري سيستم او النانو بارتيكل بتاعتي اللي جواها لودد الدراج لي سيرتن سايت اوف اكشن اكوردنج لايه ان انا زي نفس فكره برضو الليبوسومز ان انا باتاتش ليجند معين او انتيجين معين او شيء بيريكوجنايز شيء موجود في الافكتد سيلز او الديزيز سايت وبيقدر ان هو اتاك المكان دوت. النانو بارتيكلز بتتاخد بسهوله جدا بيحصل لها ابتيك بالسيلز وبالتالي عمليه الابسوربشن بتبقى افضل جدا لو كان في المايكرو رينج او بتبقى مايكرو بارتيكلز. ممكن المايكرو بارتيكلز دي تهاجم بالاميون سيستم
لكن النانو بارتكل ما يهاجمش. الابتيك بتاع النانو بارتكل افضل بكتير. طبعا الكلام ده هيأثر معايا في ايه بقى؟ هيأثر معايا ان انا كده اقدر احصل على الثيروبيوتيك افكت بدوز اقل، لان الدوز ما بيحصلش لوس منها داخل الجسم بنفس القدر لما باخد النانو سايز رينج، فبالتالي بيبقى توصل الدليفري بتاعها افضل، البايو افيلابيلتي افضل، ممكن اقلل الدوز للبيشنت واحصل على نفس النتيجه، وبالتالي كده انا بقلل من السايد افكت اللي ممكن البيشنت يعاني منها. طيب النانو بارتكلز نفس ميزه الليبوسومز ان انا بقدر انكابسوليت هيدروفوبيك او هيدروفيليك دراج داخلها. تمام، السمول سايز اوف نانو بارتكلز بتخليها انها عندها هاير ديسولوشن ريت وهاير بايو افيلابيلتي. تمام، طيب النانو بارتكلز برضو بتحسن الدراج ستابيليتي والثيرابيوتيك اندكس، ودي طبعا بالستاديز لقوا ان النانو بارتكلز افضل في من ناحيه الستابيليتي سواء الكيميكال او الفيزيكال ستابيليتي. ممكن تستخدم في موضوع الباسيف تارجت، الباسيف تارجتنج او الايه الاكتيف تارجتنج. الباسيف تارجتنج اتكلمنا عنها قبل كده في الليبوسومز، وقلنا ان الباسيف تارجتنج دوت ان هي ممكن تدخل على التيومر باسيفلي، يعني ممكن هي نتيجه للفيري سمول سايز بتاعها في التيومر سيلز، ممكن هي تدخل وذين السيلز ويحصل لها ابتيك بمنتهى السهوله لان الاستراكشر بتاعها مش كبير او مش بيعمل ستريك هيندرنس مثلا ويمنع موضوع دخولها. الاكتيف تارجتنج عن طريق ان انا زي ما قلنا نحط ليجانس انتي بودي في النانو بارتكلز انها تتعرف على سيرتن انتيجنز موجوده في السايت اوف اكشن، وتقدر انها ايه تتوجه للسايت ده دونا عن غيره. التارجتد نانو دراج كاريرز بتقلل التوكسيستي وبيحصل لها تيكن بالسيلز احسن من المايكرو بارتكلز، وان هي ممكن تستخدم في كل معظم الروتس اوف ادمنستريشن زي الاورال النيزل البارنترال الانترا اوكلار دوزج فورم. طيب من الحاجات المهمه اللي انا بقى بقدر احضر بيها النانو بارتكلز ديت بستخدم بوليمر. ايه هو البوليمر؟ البوليمر هو يعتبر عن ريبيتنج يونت اوف ا سيرتن كومباوند، يعني مولكيول معين بيتكرر واتاتشد لبعضه فبيكون لي البوليمر، زي مثلا جلوكوز، مولكيول من جلوكوز، مولكيول من جلوكوز، وهكذا متكرر وحده الجلوكوز ديت لمدى معين فيديني حاجه اسمها ديكستروز. يبقى اذا المولكيول دوت لما بيتكرر بحصل على البوليمر، واقدر ان انا كل ما بزود بحصل على هاي مولكيولر ويت او لو مولكيولر ويت او انترميديت مولكيولر ويت من سيرتين بوليمر. لما اتكلم هومو بوليمر يعني ايه؟ يعني المونومرز او الوحدات اللي هو بيكون منها كلها ايدنتيكال، لكن كو بوليمر لا، ممكن يكون وحدات مثلا في رينج معين يكونوا نفسها وبعدين اتاتشد ليها ايه وحدات من ستراكشر تاني، يعني مثلا وحده جلوكوز وجلوكوز متكرره مع وحده فركتوز وفركتوز، فهيديني مولكيول مختلف عن لو كان ايه كله حاجه واحده. طيب البوليمرز دي يعني عشان تتخيلها ايه زيها موجوده في الجسم عندنا، البروتينز هي عباره عن وحدات من الامينو اسيد متكرره، الدي ان ايه هي وحدات من الجين، والجين ده بيتكون من ايه؟ من بيورين بيزس متكرره بسيكونس معين، فطبعا كل الحاجات ديت بتبقى وحدات متكرره، ولذلك بنقول عليها انها بايو بوليمر. سينثيتك بوليمرز زي البلاستيك او النايلون، الحاجات دي كلها برضو بتبقى اكزامبلز من البوليمر. الميزه في البوليمر انها ممكن اصنعها واتحكم في تصنيعها وادي فيريس شيبس اند سايز، وممكن اوصلها للنانو رينج تبقى نانو بوليمرز او نانو بوليمريك دراج ديليفري سيستم، وليها ابلكيشنز واسعه جدا سواء في الفود اندستري او في الفارماسيوتيكال او الميديكال اندستري. طيب زي ما احنا قلنا ان انا ممكن استفيد من البوليمرز ديت في ان انا اعمل انكابسوليشن او ديسبيرسنج او كونجيجيشن للدراج معاها، يعني احمل الدراج على النانو بارتكلز ديت، وبالتالي اقدر ان انا كمان عن طريق ان انا اتحكم في مدى بقى السولوبيليتي والبايوديجرابيليتي. يعني ايه السولوبيليتي والبايوديجرابيليتي؟ يعني البوليمر ده هل هيدوب ولا مش هيدوب؟ بايوديجرادبل، هل هيحصل له الجسم هيعرف يتخلص منه ولا مش هيعرف يتخلص منه، او هيتخلص اكسكريتد يتهضم يعني جوه الجسم مثلا، او يحصل له ديجراديشن جوه الجسم، ولا هيحصل له اكسكريشن زي ما هو. الحاجات العوامل دي كلها بتاثر في مدى بقائه جوه الجسم، وبالتالي انا ممكن احصل على ريليز للدراج ممكن من اورز تو ييرز ايفن،
لو انا عملت سيرتن امبلانتس او الحاجات اللي بتتزرع تحت الجلد او في مناطق معينه في الجسم عشان تدي ريليز للدراج فور ييرز، ده باستخدام سيرتن ايه بوليمرز. طيب السمارت بوليمرز، وهناخد مثال عليها، السمارت بوليمرز دي هي نوع من البوليميريك سيستم او النانو بارتكل بوليميريك سيستم اللي هو بيستجيب للبيولوجيك ستيمولاي، يعني في حاجه معينه بتغير في الخصائص بتاعته داخل الجسم. زي ايه؟ زي البي اتش تشينج، انه يكون مثلا في مكان اسيدك ينتقل الى مكان الكلاين او سيمي الكلاين، زي من الاستومك للانتستين، الترانزيت دوت بيأثر على خصائص البوليمر. او ممكن التمبريتشر، هو مثلا في الروم تمبريتشر له خصائص معينه، لو انت خدته مثلا انجستد او حطيته في العين او دخلته مثلا للجسم باي روت اوف ادمنستريشن، هيبدا يحس ان في تغير في التمبريتشر من الروم تمبريتشر ل التمبريتشر بتاعت البادي، وبالتالي هيبدا ان هو ايه يحصل ريسبونس مختلف او يدي بيهيفير مختلف، وعشان كده انا بسميه ان هو بايو ريسبونسيف بوليمر او سمارت بوليمر، ان هو بيستجيب للتغير في العوامل الخارجيه اللي حواليه ويدي بيهيفير مختلف. قلنا ان البوليمرز بيستخدم في التارجتنج الدراج، وان البوليمر ممكن يبقى مالتي فانكشنال، ممكن يبقى استخدمه في كتارجتنج ايجنت، ممكن استخدمه نفسه هو كدراج، او ممكن ان انا استخدمه كدايجنوستيك ايجنت. وانا ممكن اتحكم في الخصائص بتاعت البوليمر معين عن طريق ان انا ايه اختيار المونومرز اللي انا بستخدمها، وان انا طبعا اقدر ان انا اتحكم في الخصائص برضو بعدد المونومرز دول قد ايه، هل هو هيبقى لو مولكيولار ويت ولا انترميديت ولا هاي مولكيولار ويت، يعني كل ما بزود عدد المونومرز دول بزود المولكيولار ويت بتاع البوليمر بتاعي، وبالتالي الخصائص بتاعته برضو بتختلف. Is it biocompatible؟ هو biocompatible to a certain limit، على حسب برضو نوع البوليمر ونوع المواد اللي بيتكون منها وكيف يعني ايه بتتعامل المواد دي داخل الايه الهيومن بادي. الكلاسيفيكيشن للبوليمر ممكن يتقسم من كذا بوينت، هل الاوريجين بتاعه هل هو ناتشرال ولا سيمي سينثيتك ولا سينثيتك بوليمر. البيوديجرابيليتي، هل هو بيحصل له بيوديجراديشن داخل الجسم ولا لا، يعني الجسم يعرف يتخلص منه ويهضمه او يتعامل معاه زي الفود ماتيريالز مثلا، ولا بي اكسكريتد نون بايوديجرادبل او زي ما هو. بيزد اون ذا اركتكتشر، طريقه عمل او المانيفاكتشر اوف البوليمر دوت، هل هو لينير يعني مونومرز متكرره، ولا كروس لينكد يعني بينهم وبين بعض، يعني عملت برانش مثلا او لينير ستراكشر من البوليمر وخليت بين كل لينير ستراكشر والثانيه فيها ايه كروس لينكينج او بايندينج معينه بين كل لينير فراجمنت من البوليمر والثانيه، ده بيغير الخصائص طبعا بتاعته. هل هو برانشد بوليمر ولا لا، في برانشنج بسيرتن مثلا مويتز معينه تغير في الكيمستري بتاعته، تغير في البروبرتيز بتاعته. بيزد اون سولوبيليتي ان ووتر، هل هو سوليبل ولا ان سوليبل. البوليمرز اللي هي بتبقى بايودجرادبل دي بتبقى سسبتبل لانزيماتيك كليفج، يعني ممكن الانزيم ياثر عليها، وعن طريق طبعا مدى السسبتبيليتي بتاعتها ممكن تجلس من تؤدي الفانكشن بتاعتها من اورز لديز. الدراج ريليز هنا بيحصل بطريقتين، حاجه اسمها الديفيوجن والاروجن. الديفيوجن يعني تبقى السيستم بتاعي زي ما هو، والدراج بيعدي منه ازاي؟ من المسافات البينيه اللي موجوده يقدر الدراج ان هو يخترق ويعدي يوصل للايه؟ يحصل له ريليز. الروجن ان يحصل تآكل في السيستم ده اوفر تايم، السيستم ده بيفضل يتآكل يفقد طبقات لغايه لما يحصل له فاينل ايه؟ ديسابير. لكن العكس في النون بايودجرادبل، ان هم بيبقوا انرت وما بيتعرضوش لعمليه التخلص بالديجراديشن عن طريق الانزيماتيك كليفج، واكسكريتد انتاكت يعني بيفرزوا في الجسم ايه؟ او جسم يتخلص منهم زي ما هم. والدراج في الحاله دي بيحصل له ريليز باي ديفيوجن، يعني الدراج بيطلع وين ويذين الايه السبيسز اللي يقدر الدراج يسكيب ويقدر يخرج من البوليمر دهوت. عندنا اكزامبل من الناتشرال بوليمر زي الالبومين، الكايتوزان، الجيلاتين، الاجاروز، دي اكزامبل من السينثيتك بوليمر زي مثلا فور اكزامبل بولي ايثيلين جلايكول كنا خدناه، او بولي ال جلوتاميك اسيد بي ال جي اي، الحاجات دي كلها اكزامبل من البوليمرز السينثيتك. الووتر سوليبل او ديجرادبل بوليمرز برضو عندنا امثله كتيره منهم. طيب عشان احنا نتخيل او نفهم ايه علاقه النانو تكنولوجي بالكيموثيرابي فور اكزامبل ات الموست تشالنجينج مثلا ايه ديزيز
في الوقت الحالي. فانا مثلا ازاي استخدم النانو تكنولوجي او نانو بارتيكل دراج ديليفري سيستم في ان انا اتاك الكانسر سيلز او ان انا اعالج الكيموثيرابي، هنتعرف عليه مع بعض في الفيديو دوت. فيديو ممتاز جدا. Exciting scientific breakthroughs such as nanotechnology are promising to revolutionize cancer therapy. Scientists here at the Siteman Center of Cancer Nanotechnology Excellence are making great progress, discovering new ways to improve the diagnosis and treatment of cancer. At the Siteman Cancer Center, researchers are actively pursuing many ways in which nanotechnology can greatly improve cancer diagnosis and cancer treatment. Diagnosing and treating cancer can be a challenge because tumors can hide anywhere in the body, and anti-cancer treatments like chemotherapy and radiation affect normal tissues, not just cancer cells, causing side effects. Nanotechnology is a revolutionary new approach to cancer that's showing great promise. What is nanotechnology and how does it work? Nanoparticles are incredibly tiny, so small that 100,000 of them would fit on a single human hair. Nanoparticles can be administered to patients intravenously. They easily float through the bloodstream, seeking out cancer cells wherever they may be hiding. Some nanotechnology is designed to seek out cancer cells and attach to them, using specialized receptors which bind to the tumor selectively. Once bound to the tumor, the nanoparticles send out signals that tell doctors where it's located. This can help accurately visualize tumors that would not show up on conventional medical scans. Other nanotechnology is designed not only to find the cancer cells, but to kill them selectively using specific receptors that attach only to the tumor without injuring nearby normal tissues. With time, the nanoparticles are completely eliminated from the body. These are just two applications of nanotechnology for treating cancer. بعد ما شفنا الفيديو وشفنا قد ايه موضوع اللي هو التارجتنج ده مهم جدا، وموضوع ان انا اقدر ان انا اعمل دياجنوزس للكانسر سيلز، لان دايما النانو بارتيكلز لو انا اقدر ان انا اعملها تيلورينج او صناعه بشكل ان انا اوجهها ناحيه الكانسر سيلز فقط، تقدر تكشف لي عنها هي فين، او تقدر توصل ليها ايا كان السايت بتاعها داخل الجسم وتعمل الايه التريتمنت المطلوب. في قلنا السمارت نانو بارتيكل سيستم، وقلنا ان ده بيعتمد على سبيشال ريسبونس من البوليمر اللي انا مستخدمه، وبيعمل ريليزنج للدراج مولكيولز ابون تشينج في السراوندنج انفايرمنت. التشينج ده ممكن يبقى فيزيكال، يعني في تمبريتشر تشينج او لايت او ماجنتيك فيلد او الكتريسيتي. يعني ممكن انا ادي الدوزج فور مثلا وفي سايت معين اعمل مثلا ايه اسلط لايت معين عليها، بحيث ان لما تيجي في المكان ده تبدا ان هي تستجيب للسورس اللي جاي خارجيا، زي فاكرين فكره الثيرموسنسيتيف لايبوسومز، او ان انا اعمل الكتريستي يعني نبضات بسيطه الكتريك ويفز كده على مكان معين في الجسم وكده، بحيث انها تتفاعل برضو او تستجيب للريليز للدراج في المكان دوت، او كيميكال طبعا او بيولوجيكال على حسب الفاكتور، هل هو بي اتش تشينج ولا انزيماتيك ولا انتي بادي انتر اكشن على حسب. في مثال جميل جدا، ريكسن جي دوت يعتبر ماتريكس تارجت نانو بارتيكل، هو نانو بارتيكل سيستم موجود جواه ليثال جين. الجين دوت يعني هو طبعا بيقدر النانو بارتيكل سيستم ده يصل الى الكانسر سيلز، والليثال جين بيبقى انكوربوريتد وذين الدي ان ايه بتاع الكانسر سيلز. الليثال جين ده وظيفته ان هو بيخلي السيل يحصل لها نيكروزس، او السيل تموت نفسها، يحصل بروجرامد سيل ديث، وبالتالي تبدا الكانسر سيلز يحصل لها شرينك. حتى الاميون سيستم كمان بيساعد الدراج دوت في ان هو ايه بيبقى بيكمل على الكمبليت ريموفال لاي بقايا من الكانسر سيلز. طبعا هنشوف الميكانيزم بتاعه. هو طبعا عدى الفيز 1 والفيز 2 كلينيكال ترايلز، وهنشوف هو الدراج ده الميكانيزم اوف اكشن بتاعه، ونستمتع مع بعض بالفيديو القادم. Hundreds of millions of nanoparticles enter the vein in the patient's arm. Designed to function in the human circulatory system, the targeted nanoparticles can withstand intense turbulence as they travel through the heart and lungs, and are then distributed throughout the body by the systemic circulation.
The nanoparticles penetrate deeply into diseased tissues, seeking out the biochemical hallmarks of tumor pathology. Within minutes of infusion, levels of Rexin G increase rapidly inside the tumor. The nanoparticles then deliver their lethal payload, the killer gene, to cancer cells. This designer killer gene blocks cancer cell growth by inducing programmed cell death in millions of tumor cells. The tumor begins to die, to undergo necrosis, and to shrink. Importantly, the patient's own immune system participates in the complete elimination of residual tumor debris. Rexin G is the first in a series of targeted biological agents. Combining a targeted nanoparticle with a designer tumor-killing gene, Rexin G is designed to seek out and destroy a tumor, regardless of its location in the body, thereby reducing tumor burden, prolonging survival, and enhancing the patient's quality of life. بعد ما شفنا الفيديو وشفنا قد ايه النانو تكنولوجي فعلا ممكن تديني very unique products واقدر ان انا استفيد منها واحسن الـ overall therapeutic activity للpharmaceutical agent بتاعتي غير لما استخدمها بالـ conventional form او ان هي تبقى في الفورم اللي هو non-nanoparticle size range فبالتالي بتبدأ انها تأثر على جميع خلايا الجسم ويحصل عندي سايد افكت وتبقى معاناة للمريض فطبعا ده بيعرفنا هنا اهمية النانو بارتكلز ان دراج ديليفري از دراج ديليفري سيستم طيب كده يبقى احنا خلصنا المقرر بتاعنا الحمد لله انا هتواصل طبعا برضو مع جروب ليدر للشعبة لو في اي استفسارات او عايزين نعمل اونلاين سيشن لاي اسئلة منكم ممكن اتفق على ميعاد معين ونتعرضوا فيه الأسئلة وندخل كلنا أونلاين لو كانت الأمور بالنسبة لكم واضحة ومش محتاجين مثلا أسئلة في جزئية معينة أو كده فما فيش مشكلة يبقى كده إيه الأمور إن شاء الله بالنسبة لكم تبقى تمام أتمنى لكم التوفيق وأتمنى تكونوا إن شاء الله استفدتوا من محتوى الكورس وأسعد إن شاء الله أن أكون أدرسكم في ظروف إن شاء الله تكون يعني أفضل ونبقى الديسكشن فيس تو فيس ودمتم بخير وبتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته